والله ندور في الفيسبوك ليمت هذم عاد نلقى برشا اخبار من نوع هذم يهبطوا فيهم باجيت تاع الطبله والبنجير. قلت والله يعطي الصحه سيد الرئيس في درجين زياره للصين وحقق انجاز عظيم. ياخي من بعد قلت والله خلينا ندخل تراه نشوفوا هالبنك الصيني الاسيوي. طلعوا اصلا الجماعه حتى اسم البنك حاطينه بالغلط. البنك هي سي لا بانك ازياتيك دانفستيسمون بور لي انفراستركتور AEIB. تدخل على السيت نتاعها تلقى فاسيمات تشيرشي تونس تلقى المعلومه هذه اللي هي تونس صبت لو دوسي نتاع الترشح نتاعها اون افريل 2019 افريل 2019 وقت سي البيجي الله يرحمه قيس سعيد مازال ما كانش رئيس. ومن بعد تزيد تلوش تلقى في الغابور نتاعهم نتاع 2022 المعلومه هذه اللي تونس ولات مومبر من ديسمبر 2022 دونك لليوم للبارح للجمعه هذه للجمعه اللي فاتت وما عندها الحكايه حتى علاقه بالزياره الى الصين. معناتها والله يا عبره وتكذبوا على خلق ربي وتعملوا في تنشروا في الاخبار الزائفه وكل حسب المرسوم اللي نتوما تقدسوه نشر الاخبار الزائفه هذا نجم يوصلكم حتى لخمس سنين ولا حتى 10 سنين حبس. راه انا جوست حبيت نعلمكم والجماعة زقفونيين بربي بديكم تفقهوا في زيارات إلى الصين كنت نجموا تفسروا لنا شنية النصر المبين اللي باش تحقوا الجالية التونسية في الصين خاطر احنا ماكم تعرفوا منيش تكين كيفكم ما فهمناهاش الحقيقة شو قصد بها سيد الرئيس.